اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. الوصفه اللي غنشارك معكم وصفه زوينه وسهله وكتوجد في 5 ديال الدقائق، مهلبيه بلي فخوي. يلا تمشيو معايا باش نوريكم كيف حضرتها. غادي نحتاجوا واحد 5 ديال المعالق كبار ديال مايزينا، 5 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيده، وتبقى السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. هاد الخمسه ديال المعالق كيجيو نيشان في القياس، محلو ممسوس. 100 غرام ديال لاكريم فريش، عندي هنا جوج خنيشات ديال لافاني، وواحد يطرو ديال الحليب. بالنسبه لي فخوي اللي غادي ندير، عندي مانغا وحده، وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال لي فريز، وكاس ديال ليمونه معصره، معلقه كبيره ديال الحامض، واحد شويه ديال السكر باش غادي نحلي هاد لي فخوي. دابا غادي ندوزو باش نخلطو المهلبيه. ناخذ شي كاسرونه وغادي نديرو فيها هاد مايزينا، ونزيدو عليها السكر سنيده، ونزيدو عليها هاد الفاني، وغادي نحاولو نزيدو شويه بشويه الحليب حتى تخلط لينا مايزينا والسكر. بسم الله، نحاولو نزيدو غير شويه ديال الحليب حتى بحال غادي ندوروها حتى يذوب داك السكر كله وما يبقاوش دوك الحبيبات ديال المايزينا. عاد نزيدو البقيه ديال الحليب، دابا ملي تخلط ليا كلشي غادي نزيد الحليب، غادي نزيد عليه دابا هاد لاكريم فريش، وغادي نردو فوق البوطه يغلى. العافيه في الاولى البنات كتكون مجهده، وكنبقاو نحركو حتى تتبدا تطلع لنا الغليه، ومن بعد غادي نقص العافيه. غنقص العافيه متوسطه. هنا البنات راه بدات كطلع الغليه وكتعقد، راني نقصت ليها العافيه، غير غادي تغلى واحد جوج ديال الدقائق وغادي نحيدها باش غادي نخويها في لي فيغين. خص فريمون البنات تحرك باش القاع ديال الطنجره ما تلصق فيه حتى شي حاجه. دابا المهلبيه ها هي طابت، غادي نطفي لها وغادي نخويها في لي فيغين، وغادي نخليهم غير في الكوزينه حتى يبردوا، عاد نخشيهم في الثلاجه وندوزو باش غادي نوجدو لي فخوي. غناخدو الفخاز غادي نديروه في هاد في الكاسرونه، ونزيدو له شويه ديال السكر. بالنسبه للقياس ديال هاد السكر الكولي ديال الفخاز، كل واحد يدير القياس على حسابه. انا بغيت ندير غير شويه باسكو نحيد غير شويه ديك لاسيديتي ديال الفخاز، باسكو ديجا المهلبيه درت فيها القياس ديالها. غندير غير شويه، ميم با راس ديال معلقه صغيره، وغنزيد عليها شويه ديال واحد المعلقه صغيره ديال الحامض، وغادي نخليه يغلى ونخليه حتى يطيب. بالنسبه للمونغ حتى هو نفس الشيء، درتو في كاسرونه وغنزيد عليه ليمونه معصره، وتا هو شويه ديال السكر، فريمون غير شويه، غادي يطيبو ونرجع لكم البنات. خويا ها هما طابو. بالنسبه للمونغ ما غاديش نطحنو، غادي نخليها هكا دي بيتي مورسو، ديجا هو راه هاري. وبالنسبه للفخاز مع هو دغيا كيقبطو العافيه، دونك غادي نطحنو وغادي نفلتريه. دابا هاد لي دو فخوي غادي نخليهم حتى يبردو مزيان 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 مزيان، عاد غادي ندوز نخويهم فوق لي فيغين وندوزو باش نزوقوهم. يلا هادي هي المهلبيه البنات اللي وجدنا، راها بردات وخدات القوام ديالها في الثلاجه، عقدات. دابا ما بقى ليا غير نكمل لا ديكو فينال. كيف قلت لكم لو كولي اللي درت ديال الفخاز معكم، راني طحنتو ودرتو في البوشادوي باش تجيني ساهل، فاش يجيني ساهل باش نخويه فوق الفيغي. دابا غنصوبو معاكم. نصاوب حتى لهذا،
فوالا. وغادي نديرو واحد لو بتي غابان ديال الفخاز هنا او ميليو وهنا كذلك. وغادي نطلعو شويه اللون ديال الفخاز، نديرو شويه ديال اوراق النعناع. اما بالنسبه للاناناس انا كي قلت لكم ما طحنتوش، خليته بهذا الشكل عاقد. دابا بقى ليا غير نصاوب غير هادي، جات فريمون المنظر ديالها زوين، الالوان زوينه مختلفه على المهلبيه اللي معروفه اللي كدار بالمزهر وهذا والبيستاش. سا شونج ان بو شويه، هذه بلي فروي غتصلح لينا رمضان، نبقاو ناخذوها في وجبه الفطور ولا وجبه الافطار ونستمتعوا بها ونقصوا شويه من السكر بيان سور. دونك هذه هي المهلبيه ديالنا، نتمنى انها تكون عجباتكم وتجربوها وما تبخلوش عليا بلي كومونتير وبتشجيعات وبلي لايك باش القناه ديالي تكبر ونزيدوا لقدام. نتمنى ان الفيديو اللي قدمت لكم اليوم يعجبكم ونتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله. الى اللقاء.